كنا سنا داك النهار دايزين سنا المقدم هبطنا تما سولناه ان راه السيد فحال شي خاطر شي يموت لعنا سنا داك الحاله خويا حاله لا زعما حاله خايبه والله وحنا بقى فينا داك السيد بزاف كيفاش كان بقات الحاله خايبه واش غادي غنقول لك حاله الموش اصاحبي الحاله اللي فيها حاله الموش خير ما تبغيهاش ايوا العدو ديالك ما تبغيش لي داك الحاله والله يسهل الله يشافي فرد النار اخي نتوما ما فهمتوا والو حتى كتشوف لحد الان باقي ما عارفين والو انسان ديك الحاله نمشي وصل لها حاله الموش اخي اللي خرج فيها والله عاد تسمعنا بنت بالله بنت ماتت مشكله اصاحبي كثروا شي هضره باللي كانوا كلاو شي مخدرات اش اللي سمعت قال لك كانوا كلاو شي مخدرات قال لك قديمه لا زاش عندها قديم اش غنقول لك يعني هاد السيد كيفاش كان معاكم نتوما طول ديك الحوايج؟ قلت حوما دري واش راجل كبير هو فهمتيني راه كبير في اللاج تقريبا داك 56 عام 52 من 52 للفوق انسان راه كبير تبارك الله في اللاج راه في العمر الوالد وهو دريوش ما تيجبد حد ما تيضرب حد تيضرب راسو تيتعدى على راسو عنده الحبس تيخرج للزنقة هادشي اللي حاد هو زعما راه ماشي طول شي في السيفيل ماشي طول شي طول شي معنا في الحومة هنا سمعنا شي اخبار البارح باللي توفى اخي حنا سمعنا باللي توفى وكاين اللي تيقول لك مات كاين اللي تيقول لك لا ولحد الان باقا ما عارفينش شنو كاين لحد الان باقا ما عارفينش شنو كاين باش كان مقدم شحال شنو اللي كان كانوا بنات كان واحد جوج بنات داو من المصالح الامن الوطني جوج بنات هبطاو من تما وقع لو كان تمو كان ولد خشو كانوا شي اخويا فواحد الصباح نهار اليوم الاربعاء تفاجئنا بواحد الخبر ديال واحد السيد امام المنزل ديالنا كيهبطوه هبطوه البوليس وبلومبيلونس على فراش الموت داو الانعاش هو في حاله كيتقيا شي حاجه ما عرفناهاش كحله المهم انا نعاود لكم اللي شفت بعيد ديالنا في الصباح شفت ديك صاحبته جايه تتقيا حتى هي بنفس الحاله اللي فيها هوايا تتغوت عليه عبد السلام وهو ما كيجاوبهاش شويه مشات هذيك البنت جاو جوج بنات اخرين حتى همايا في حاله عاديه كيغوتوا وكيدعي تسبوا بالفاظ خايبه ما جاوبوا حتى واحد واحد الساعة جاو الأصدقاء ديال عبد السلام للدار لقاوه طارح الفراش ومريض كيتقيا واعتقلوا هادوك جوج بنات اللي جاو الآخرين كيسبوا وعلى ما أخبار شائعة كيقول لك وحدة فيهم ماتت هذيك البنات والأخرى الأولى اللي كانت تتقيا هاربة وخويا كيما حنا كيما الناس ما عارفين شنو واقع المهم أنا الأحداث اللي شفت بعيني هي هذيك والله يشافي الجميع وصافي. بعينك شفتي البنت كتقيا داك الشيء. شتا هو انا هو داك الصديق اللي كان كيهضر حتى هو قبيله ماشي زعما كنكذبوا ولا شي حاجه هاد الشيء راه ما فيه حتى حاجه واللي بغى يقول شي خبر وشاف بحال هاد الشيء ما يبقاش يخاف من الاعلانات والتلفازه ولا شي حاجه راه هاد الشيء راه عادي بنادم كيعاود شي حاجه شافها بعينها وتا مكتوب في القران شهاده ما فيها لا هادي لا هادي والله يشافي الجميع والله يدير شتا هو الخير. واحد العبد السلام اسيدي واخا كان مدوز الحبس وكذا في الحي كان انسان طيب ما كيأدي حتى واحد انت عبد من الله يعفو عليه البليه وكذا كيشرب كيزيد شويه في الموسيقى وصافي هذا الشيء اللي كاين هو ما كيأدي لناس كبار ما كيكريسي بنادم هنا ما حتى لعبه ممكن كيأدي راسو انت عارف الشباب ديال اليوم لقى هذا الشيء هذا موجود البليه وكذا كيأدي راسو هذا الشيء اللي كاين اخويا اخويا على حسب التجارب ديالي واللي شفت في حياتي ما عمر شي واحد المخدرات داروا لي بحال ديك الحال هذا السيد كيتقيا شي حاجه باش نوصف لك بزاف بحال هذاك الشيء اللي كيكون وسط الحجر ديال الراديو بحال هكا كيتقيا هو وصاحبته اذا الله اعلم انا يا ربما تنشوف انا زعما ما كاينش شي حاجه حتى الاوفر دوز في الافلام ولا واقعيا ما كيموتش بهذيك الطريقه كيموت اما كتقطع عليه شعرك كيطيح حداك ولا كيجي لك شكوشه شويه وكتقلبوا له عينه وكيموت هذاك الشيء جاني غريب الاول مره تنشوفه وذاك اللون دابا من المخ نقولوا ليه ما يعرفوش وراه دابا اشاعات الدور ما كتكش طيح البكره كيكبروا جناوه كما قلت لك هو الساعه كيقول لك سمعت كيقول لك ما ماتش ولكن اكيد دابا كيقول لك باقي على قيد الحياه حيت في جهه دارهم وكذا ما كانش شي حاله ديال الموت ديالك وكان ما كان لا عزايا لا والو حاله طبيعيه ملي مشى هو الدار خاويه ما كاين فيها حتى واحد واشاعات خاويه وتاكدنا بان اليوم ما كاين لا موت لا والو حدود الساعه دابا كيقولوا هذاك اللي تشدوا واحد مات فيهم وحده في السبيطار مات هادشي اللي كيقولوا وكلشي اخويا هادشي اللي نقول لك تنقول لك ملي ما شدنا شي حاجه بعينينا ما تنعرفوا والو الهضره تدور بزاف وصافي وغاتنتمنى ليه وجميع المسلمين الشفاء اخويا ما تتبغيش لعدوك ولا هادشي عدوك وما تتبغيش لهادشي انت عارف اللي كاين
انا حتى نشوفه كوقائع هذا الشيء ما تنبغيش نشوفه يكون في المجتمع وصافي. السيد كان في صيح وفصيح شويه طايح كيتقيل اخرى ماتت كذا وشنو كلا والله اعلم والعلم ولا الله وهما اللي يكونوا عالمين داك الشيء اخو. تمنوا له العفو والشفاء ان شاء الله ويبانوا اللي داروا هذا الشيء هذا ما كرهتهمش انا يبانوا من اليوم قبل غدا والله حد الوقت ولا تشكلا اخو خاص الثقه في تواه ورا صاحبك ما تثقش فيه اخي واش اللي نقدر نقول لك انايا نتوما كتبان لكم قديم ماشي قديم اخويا الدنيا مخلطه ما عندك ما تعرف والله راضي ما عندك ما فين غتشك وفين غتهضر واش غتقول ما عندك ما تقول. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.